السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الباحثين وطلبة الدراسات العليا. إن شاء الله اليوم ويانا المحاضرة الثالثة اللي هي خاصة بالجلوبال ديجيتال إنوفيشن موديل. مثل ما تعلمنا بالمحاضرة الأولى والمحاضرة الثانية نزلنا البيانات أو المرئيات، نوصل للمحاضرة الثالثة اللي هو كرييشن خلق الديجيتال إنوفيشن موديل من الباندات أو المرئيات اللي نزلناها لمنطقة دراسة معينة. أول شيء نفتح الجي آي إس، أنا الجي آي إس ده أشتغل عليه حالياً 10.5، تقدر تشتغل على 10.7 كيو جي آي إس، مو شرط أرك جي آي إس، يعني أياً كان، إنه المهم الأداة الخاصة بالريموت سنسينج. بعد ذلك هسه نروح على إضافة البيانات آد ديتا، نختار الباندات أو المرئيات اللي أنا خزنتهن سويت لهم داونلود وسويتهن بملف خاص سميته الراستر ديم فولدر وضفتهم بيه، فهسه هذول الملفات اسوي لهم اد. اذا تلاحظون انه هاي الملف هاي اربع باندات او مرئيات تغطي منطقه الدراسه، بس مو شرط كلها تغطي منطقه الدراسه، يمكن جزء قليل من عدها. نحن بوقتها اذا تذكرون بالمحاضره الثانيه استخدمنا طريقه الريكتانجولر بتحديد منطقه الدراسه. سو هسه اذا تنتبهون انه هاي الاربع قطع او الباندات غير ما تتعامل كقطعه واحده، والدليل هسه اذا يعني سويت ريموف الى احد تنقطع، فانا شنو اريد اول خطوه؟ اريد هاي الاربع قطع تصير عباره عن قطعه واحده تتعامل كباند واحده، فشنو اسوي؟ احولها من اداه موزايك، اروح على الارك تول بوكس هذا الموجود هنا، بعد ذلك اروح على الداتا مانجمنت تول، هذا الداتا مانجمنت تول، الداتا مانجمنت تول، بعد الداتا مانجمنت تول تروح على الراستر، تضغط على الراستر، بعدين على الراستر داتا سيت موزايك تو نيو راستر، تضغط هاي راح نحول هاي الباندات الاربعه الى باند واحده او مرئيه واحده. هسه انبوت راستر، انا عندي اربع راستر فراح اضيفهم كلهم، اثنين من هنا بهذا الشكل تقدر انت تستدعيهم كلهم. بعد ذلك الاوتبوت لوكيشن تحدد له فد موقع انه يعني حتى انه الاوتبوت يضعها بي. هسه راستر ديم بعد ذلك اريد اسم الراستر، الراستر اللي راح نستخرجها كقطعه واحده اريد لها اسم، بس انتبه مع الاسم راستر داتا سيت نيم وذ اكستنشن مع الامتداد، فلازم تنطيها امتداد ايضا، امتداد تكون نفس هذه الصيغه اللي انت دخلت بها. هاي الصيغه اللي نزلنا بها البيانات بصيغه شنو؟ تف تي اي اف، فكذلك هنا ايضا هسه راح انطيها اسم ار 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 دوت IF. بعد الخيار هذا اوبشنال، تحدد البروجكشن سبيشال ريفرنس البكسل تايب النمبر اوف باند، كم باند تريدها؟ الناس حاليا اربعه، احنا نريدها تبقى باند واحده او مرئيه واحده نتعامل معاها كقطعه واحده، فهسه انطيتها واحد. هسه افتر ذات نقول اوكي. اذا تنتبه باسفل الارك جي اي اس يقول لك موزايك نيو روستر، وكان البروسيسنج تتصير. هاي هم اربع قطع احسن حاليا لحد الان، راح يحولناها الى قطعه واحده. بعد ذلك ننزل شيب فايل منطقه الدراسه بعد ما تكمل عمليه الموزايك، نستدعي الشيب فايل الخاص بمنطقه الدراسه بعد ما انت تحضره بشكل صيغه شيب فايل دوت اس اتش بي. هذا الغرض من عند الشيب فايل انه انت هاي يعني المرئيات بعد ما تتحول الى قطعه واحده تقصها على قدر فقط منطقه الدراسه، يعني الباوندري اوف ستدي اريا. سو راح نستدعي الشيب فايل بانه هذا الشيب فايل منطقه دراستي. لاحظ هسه اصلا الشيب فايل وين يقع؟ هنا أنا فقط، وهذا الجزء كله ما نحتاجه. شوف هسه صارت قطعة واحدة، ناكتب لك موزايك تنيو راستر تمت، فهسه هاي القطع بعد ما احتاجها اقدر تلقائيا اقولها حذف ريموف، اتعامل فقط مع هذه القطعة.
هسه هذه القطعة صح صارت قطعة واحدة، لاحظ قطعة واحدة وهذا الشيء فايد. أنا ما تهمني هاي ككل، تهمني فقط هاي منطقة الدراسة، لأن لاحظ ارتفاعات هاي منين لمنين، من 255 إلى 0. أنا ضمن هاي منطقة الدراسة، فشنو أسوي؟ أسوي خيار كليب قص، فأروح على نفس الارك تول بوكس، أروح على الراستر، أيضا العفو داتا مانجمنت تول اللي هو من هنا داتا مانجمنت تول، أضغط عليها. بعد ذلك أروح على راستر، هذا راستر، أضغط عليها. بعد الراستر أروح على راستر بروسيسنج، عمليات الراستر، كليب اقتطاع. هسه هنا راح ندخل الراستر اللي احنا موجودة عندنا مثل ما نشوفها هاي. الاوتبوت اكستنت ايضا نختار في الاوبشن، تريد على شنو انه العفو يعني تكون نتائج مالتها. فعندنا الموزايك نيو راستر، هسه نختار الكليب، اختارنا الانبوت راستر، الاوتبوت اكستنشن اريد انقص على اي امتداد، على امتداد فقط الشيب فايل مثل ما تلاحظون هنا الاوتبوت بهذا المكان. هسه نقول له اوكي، او نتاكد من خيار الراستر هنا، ده يقول لك بالاسفل انه الراستر كليب، عملية اقتطاع بمنطقة الدراسة ضمن حدود الراستر. عفوا الآن تم عملية الاقتطاع الكليب اللي هو لاحظ، هسه راح ألغي الشيب فايل، تبقى فقط منطقة الدراسة اللي هي كراستر. بس أنبهكم على خطوة، إنه من تختار كليب وتنطي الانبوت راستر والاوتبوت اكستنت، يعني مكان ضمن أي أوبشن، هاي أوبشنال، هنا تنطي الخيار اللي هو الاوتبوت راستر داتا سيت وين الموقع مالتها، وكذلك تضغط على هذا الخيار اللي هو ضمن الكليب اللي شنو يستخدم بعد ما تنطي هاي البيانات. مثلا هسه هنا انطينا الراستر الاصلي، الاوتبوت تنطيها يريد مثلا نفس هذا الشيب فايل، تختار هذا السلكشن، يوز الانبوت فيتشر، استخدم خواص الانبوت فور كليبنج جيومتري، تمام. اذا انطيت هذا الخيار راح يقتطعها لك مباشره، قريب يعني مثل الشكل الشيب فايل. لكن اذا ما انطيت هذا الخيار وقلت له اوكي راح يقتطعها بشكل اخر. يعني لاحظ هسه اوضحها لكم، هذا من هسه خل الغي الشيب فايل، هذا هسه الجزء الاول اقتطعته من انطيته هذا الاوبشن، شوف هذا الجزء ما انطيته هذا الاوبشن، اقتطعها قريب الها، تمام، قريب إلها ومقارب للمساحة مال الشيب فايل. لكن إذا أنت تريدها يعني إكزاكتلي جست يعني الشيب فايل، فتختار الخيار اللي هو الأوبشن، يصير الراستر كليبنج نفس الجيومتري مال الإكستنت اللي أنت تريده، تنطي هذا الأوبشن راح يفتطحها مباشرة بهذا الشكل. هسه هنا تكون يعني الراستر جهزت، لاحظ هسه بس انا بدي اوضح لك شيء معين. قبل شويه قد قلنا كانت الهايلايت لها من 255 الى 0، لاحظ الجديده بعد ما قطعناها فقط على منطقه الشيب فايل، لاحظ التوبوغرافي قد تغير، صار اعلى شيء 27 واقل شيء قد 0. فهاي ضروره تنتبهوا لها، يعني هنا ضروري الواحد انه ينتبه على هذا الموضوع. هسه من صارت 27 الى لو زيرو نقدر احنا نسوي لها تلقائيا تغيير بالاوبشنز، اوكي هذه هي منطقة الدراسة، تمام عيني، هذا هو الشيء. فهسه تقدر تروح تسوي لها لاي اوت وتستخرجها بالكامل، تقدر التصنيفات اذا اثنين تبقيهم اثنين، اذا لا ما تريد تصنيفات اثنين اكثر تسوي فد كلاسيفايد، تروح على الخيار البروبرتيز مالتها وتختار الخيارات اللي تناسبها. لاحظ هسه من هنا تقول له اوبشن اللي هو الاوبشن اللي هنا بروبرتيز، وتدخل على الخواص. هاي بقت الامور البقيه هي عباره عن جي اي اس. اتمنى تكون محاضره هذا اليوم واضحه امامكم ان شاء الله. اذا عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلوني. لاحظ هذا هنا تدخل على السيمبولوجي، بعد ذلك تختار خيار الكلاسيفايد، تقدر تنطي التحديدات ايش قد، مثلا 6 تصنيفات 7 منها تحددهم، هاي واضح ان شاء الله. واذا طريقه السكتش هاي اللي يعطيك الهايلايت واللو، وعلى اساسه يقسم لك التقسيمات. ان شاء الله تكون هاي المحاضره اليوم واضحه، نلتقي بكم على المحاضرات القادمه. دمتم بامان الله وحفظه.